مشاهدينا الكرام، في فقرة التخصص نتعرف اليوم على مجال إدارة التسويق. ما الذي يعترض هذا التخصص من تحديات؟ وما هي الفرص التي تنتظره في سوق العمل؟ في هذه المادة نقترب أكثر من تفاصيل وبعث هذا التخصص الجامعي مع خديجة كشات. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا خديجة محمد كلشات، تخصص تسويق. طبعاً تخصص تسويق يهتم بالكشف عن احتياجات العميل واحتياجات السوق واستخدام الاستراتيجيات التسويقية المناسبة لتلك الاحتياجات. أيضاً يساعد على مساعدة الشركات في تحقيق أهدافها من خلال تلبية تلك الاحتياجات للعميل وتحقيق أرباح من خلال تلك المبيعات. هناك مجموعة من المواد الأساسية التي لا بد من دراستها في تخصص التسويق، مثل مبادئ التسويق والتسويق الدولي والتسويق السياحي وأيضا التسويق الرقمي الإلكتروني. أيضا تقوم بدراسة سلوك المستهلك ودراسة العلاقات العامة وبعض من المواد الإدارية والمواد المحاسبية. أما بالنسبة للوظائف التي يقدمها هذا التخصص أو بإمكاننا العمل فيها من خلال هذا التخصص، أولاً مدير المبيعات الذي يقوم بوضع استراتيجيات تنظيمية للمبيعات ودراسة متطلبات العملاء. أيضاً وظيفة أخصائي علاقات عامة الذي يقوم بمساعدة الشركة في بناء سمعة طيبة لدى العملاء عن منتجاتها والحفاظ عليها. أيضاً وظيفة المسوق الإلكتروني، وهو الذي يقوم بالتسويق عبر الإنترنت وزيادة نسبة المبيعات من خلال ذلك. أيضاً مدير مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الذي يدير العلامة التجارية في عبر المنصات الاجتماعية أو عبر الإنترنت.